وصوب في الدراري الدريات كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غادي يكون سبيسيال. علاش سبيسيال؟ حيت مش حالي وانا باغي نهضر على هذا السوجي وكنقول بلاش، حيت الصراحه ما عرفتش الرياكسيون ديال البنادم كيفاش غادي تكون على هذا الفيديو. ولكن دابا قلت فاكيت، اجي نفرقعوا هذه الرمانه، واللي بغى يطرى يطرى. كما قريتوا في التيتخ غادي نهضر لكم على المعاناه ديالي مع باي بولار ديسوردر ولا تروبل بيبولير، او كما يعرف باللغه العربيه اضطراب ثنائي القطب. اولا بعدا شنو هو هذا المرض؟ اضطراب ثنائي القطب هو الحاله عقليه صحيه اللي كيكون مصاب بها كيجيه واحد التقلبات في المود ديالو كيتسموا الهايز واللوز، الارتفاعات والانخفاضات. فاش كتجيك لافاس ديال الهايز كتولي تحس براسك فرحان، كتولي تحس براسك ناشط اكثر من القياس، كتكون ايبر اكتيف على العاده، كتولي باغي دير شحال من حاجه تبقى وحده، كتولي باغي تخسر الفلوس اكثر من القياس وشحال من حاجه اخرى. هادو غير امثله بسيطه عطيتهم لكم. اما بالنسبه لافاس ديال اللوز فهي بكل بساطه ديبرسيون، ولكن ماشي ديك الديبرسيون اللي كتعرفوا كاملين، هذه شويه زايده نغز، هذه ديبرسيون برو ماكس. لي سانطوم ديالها اول حاجه كتفيق خاسر، وهادشي الا فقتي من الفراش حيت كتحس براسك ثقيل عليك، كتحس بالكور ديالك ما باغيش يتحرك، كتحس براسك عيان مدقدق. تقدر فاش تفيق من النعاس ما تنوضش من بلاصتك، تبقى حتى لست سوايع وانت غير جالس في بلاصتك حيت ما بغيتيش تنوض تواجه الحياه. المهم كتحس بواحد الضيق في قلبك، واحد الغمه، كتكره الحياه، كتفقد الامال، ما كتبقاش باغي تعيش، وتقدر توصل بك حتى لمحاوله الانتحار. دابا ملي ولات عندكم ايدي جينيرال على المرض، اجي نقول لكم القصه ديالي انا مع هذا المرض. في اكتوبر 2021 قبل ما نمشي لروسيا جا عندي الوالد قال لي سلمان باغي نهضر معاك في واحد البلان ضروري قبل ما تمشي. قلت له ايه مرحبا الله يسمعنا اخبار الخير. قال لي سيدي دابا جداك فيها واحد المرض، وهذاك المرض هو ورثه من عندها وانا ورثته من عنده. وشنو هذا المرض؟ اضطراب ثنائي القطب. المهم اتفقنا انا والوالد واحد الاتفاق، هي انني خصني نمشي نشوف بسي قبل ما نمشي لروسيا باش ما يطراش شي بلان نولي تاني نمشي لروسيا ونحتاج طبيب نبدا نقلب عليه تما وما كنهضرش اللغه وداك التخربيق. قلنا اللهم نمشيو عند بسي هنا في المغرب قبل ما نمشي لروسيا. المهم داكشي اللي درنا، مشينا عند بسي، دخلنا عندها، قال لها الوالد هذا راه ولدي ولاحظت فيه لي سامبتوم ديال تروبل بيبولير. الوالد طبيب باي ذا واي باش ما تقولوش هذا غير جا بدا كيدوي. فسالينا السيونس اللي كانت فيها تقريبا 15 دقيقه، الطبيبه وصلت لا كونكلوزيون ديال انني نقدر نكون بيبولير، ولكن المرض باقي ما تطورش فيا بزاف، باقي يلاه بعد. هادشي كامل اللي عاودت لكم دابا في 2021، يعني 3 سنين دابا. المهم داز الوقت، مشيت لروسيا ورجعت، كلشي داز بخير حتى ل 2023 البدايه ديالها تقريبا، فين كنت ساكن مع الدراري صلاح وريضه. بديت كنحس بدوك لي فاز ديال الهايز واللوز كيجيو عاوتاني، وهاد المره كنت كنحس بهم كيطولوا فيا ماشي بحال شحال هاد. يعني الا جاتني الفاز ديال ديبرسيون كنبقى مخشي غير في الدار، ما كنشوف الشمس، ما كنشوف حتى واحد، ما كنهضر مع حتى واحد. الماكله ديالي كنت غير كنكومونديها، كنخرج من الدار غير الا كانت شي حاجه ضروريه. حتى داكشي اللي موالف كندير ريكورد والمونتاج ونبوستي فيديوهات ما بقيتش كنديرو حيت كنقول لك يجيني صعيب، كيجيني واحد العجز. داكشي علاش كنت حبست يوتيوب واحد 7 شهور في 2023. وبسبب المرض ضيعت بزاف ديال لوبورتونيتي مع دي سبونسور كبار اللي كنت غادي نخدم معاهم، ولكن كنت مديبريمي وما كنتش كنجاوب على لي زيميل، ولا كنت بعض المرات كنخليهم داوين غير راسهم. المهم فاش شفت راسي في ديك الحاله قلت ضروري خصني نعاود نشوف بسيكياتر حيت هي اللي تلقى لي الحل. مشيت عندها عاوتاني، جلسنا كنهضروا شي 15 دقيقه عاوتاني، وهي تخرج لي الدوايات، خرجت لي ثلاثه ديال الدوايات، اونكسيولوتيك، سومنيفير، و اونتي ديبريس. صافي بديت كناخذ الدواء كل نهار، وكنت في نفس الوقت كنشوف بسيكولوج مره في السيمانه، كنبقى نتشكى عليها نقول لها باش كنحس وداك التخربيق راكم عارفين. المهم مع الوقت الدواء دار المفعول ديالو، بديت كنحس براسي كنرجع نورمال، ولكن كنت غلط حيت رجعوا لي لي فاز ديبريسيف واخا انا كناكل الدواء. تخيلوا انا كناكل الدواء ومديبريمي، وانا نقول مع راسي اجي انا كناكل هاد الدوايات باش ما نديبريماش، الا كنت كناكلهم وكنديبريما علاش غنبقى ناكلهم اصلا؟ اجي نقطعهم. وقطعتهم داكشي اللي درت، ولكن كان هذا هو اكل قرار خديت حيت فاش قطعت الدواء دماغي تخربق ودرت محاوله انتحار. شديت واحد الدواء ديال النعاس سميتو ستيل نوكس، ضربت منه 20 حبه، هو نورمالمون حبه وحده منه كافيه باش انه تنعسك 12 ساعه، انا كليت منه 20 حبه كامل. صافي فاش كليت ديك 20 حبه ريحت بحال هكا، رجعت للور جلست كنتسنى الموت، ولكن ما متش الدراري، انا باقي حي باقي كندير لكم فيديوهات. ما متش الدراري حتى تقيت تقريبا كاع داك الدواء اللي كليت تقيت، وتقيت مع داك الشيء اللي كليت يومين اللي فات كامله، تقيت واحد التقيه كبيره، وهكا كنكون تزقلت من الموت. دابا رجعت كناخذ الدواء، الحاله ديالي الحمد لله راه مستقره. شكرا للناس اللي كيسولوا فيا في انستغرام، كنبغيكم بزاف. في الاخر اللي بغيت نقول لكم هو تهلاو في صحتكم الدراري، سواء الصحه النفسيه سواء الصحه العقليه سواء الصحه الجسديه. الا حسيتي براسك ماشي هو هذاك من اي ناحيه ما تعجزش، سيشوف الطبيب. هادشي اللي كاين، كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، منساوش ديروا لايك، الا درتوا لي لايك بزاف غادي نعرف انكم عجبكم لي ستوري تايم، وغادي نبقى ندير لكم ستوري تايم اكثر من هنا لقدام. والمهم دابا راكم وليتوا عارفيني، الا بت لكم كنلوح فيديوهات عرفوني ناشط، الا بت لكم ما كنلوحش الفيديوهات غابر عرفوني مديبريم. هادشي اللي كان الدراري. Peace.